بنجيبه هون بنفرده، بنيجي الصبح الساعة 11 12 بنكومه وبنشتغل فيه حريق على الطريقة هاي. بعدها بنشغل الدراسة وبنقوم بتكويم الفريكة ودرسها، بعدها بنعبيه بالشوالات على الفرن. تقريبا 35 40 سنة بهذا المشروع، كل سنة شهر أو 45 يوم في موسم الحصيد. اصح فريكه طبعا، اصح من المكنه لانها شغلنا شغل يدوي وعلى الطريقه تقريبا القديمه، لانه فيها طعم الفريكه مش على الطريق الماكينات وتقريبا والسلك، تقريبا حرك طبيعي وريحتها بضلها فيها، طعمها اسكى.